وكانت الناس بتستعجب جدا ويقولك يعني هي الأشواك كمان ليها مزارع. بفضل الله تعالى على مدار هذه الفترة الزمنية الطويلة 38 سنة وفقنا ان احنا نجمع ما يقرب من 12,000 صنف. الأصناف اللي معروفة في مصر قليلة للغاية وتعد على أصابع اليد الواحدة. مش في يوم وليلة بقى فيه مزرعة الصبار اللي فيها الأنواع دي كلها. أما نيجي نتكلم على أساس قصة مزرعة الصبار العالمية، أقول إن المسألة بدأت معايا هواية من حوالي 38 سنة تقريبا، وظلت هواية ما يقرب من 16 سنة دون ما أدنى تفكير في أي منعطفات تجارية. وكان الكلام ده في توقيت كان أقصى حدود مفاهيم معظم المصريين عن الصبار إنه النبات بتاع المقابر أو بتاع الترب زي ما كانوا بيقولوا. ستاشر سنة هواية حملت على عاتقي مسؤولية إن أنا أعرف أكبر قدر من المصريين قدر استطاعتي على مدار حياتي بما يسمى عالم الصبار الجميل البديع. والكلام ده كان تأثرا بفرط ما فيه من جمال غير عادي، يعني المكتشف العالمي بحسب ما ذكر في المراجع والإنسايكلوبيديات، قيل إن يربو على 25,000 صنف، كل صنف منها آية من آيات الجمال والجلال والإعجاز الرباني بلا حدود. أنا من فرط تأثري بمعدلات الجمال الفائقة اللي موجودة في عالم الصبار يعني تمنيت إن أكون داعية لهذا العلم في مصر، وبدأت أعمل لهذا من 38 سنة، وبدأت أجمع نباتات صبار من مختلف بلدان العالم لكي تكون أساس ونواة لهوايتي اللي هي ربما تبقى يوما ما أساس للتعريف بعالم الصبار الواسع. عشان كل الناس تبدأ تعرف يعني إيه صبار، بدأنا قلنا فيه مزرعة للصبار، وكانت الناس بتستعجب جدا ويقولك يعني هي الأشواك كمان ليها مزارع، تمام؟ ده سل، هو السل له مزارع وهكذا. من حوالي 22 سنة بالتحديد قلنا عشان نعمل عملية الانتشار المطلوبة ندخل نشارك في معرض زهور الربيع. دخلنا شاركنا في معرض زهور الربيع بجناح نباتات صبار متخصص، وكان فيه يعني شيء من الإبهار باعتبار أنه حاجة جديدة خالص في المعرض، والناس ما كانتش بتشوف حاجة اسمها صبار في المعرض بهذا الكم وبهذا الثراء الغير عادي وبهذا الإخراج الجمالي الفائق، تمام؟ وكانت طبعا أول سنة مفاجأة للجميع، إيه اللي الراجل ده داخل بيه يعمل بيه جناح في المعرض. على مدار 22 سنة متصلة وبلا انقطاع حتى الآن، السنة الأخيرة دي كانت السنة الـ 22، بنشارك في معرض زهور الربيع بجناح لنباتات الصبار متميز. وده كان من الأسباب اللي بفضل الله تعالى وضعت عالم الصبار الجميل البديع على خارطة المعرفة بالنسبة لنباتات الزينة في مصر. بفضل الله تعالى على مدار هذه الفترة الزمنية الطويلة 38 سنة وفقنا ان احنا نجمع ما يقرب من 12,000 صنف. احنا ما نقدرش نقول ايه ابرز الانواع اللي تم تجميعها من الخارج، لان احنا وقت ما دخلنا في هذا المنعطف كانت الأصناف اللي معروفة في مصر قليلة للغاية وتعد على أصابع اليد الواحدة. الكيان ده كله إيه؟ لا، هي جامعها نباتات موطنها الأساسي
تمام خارج مصر وبصفة خاصة أمريكا الجنوبية، تمام، البرازيل، المكسيك، شيلي، بيرو، أرجنتين، وبعدين في الشمال في ولاية أريزونا، تكساس، نيفادا. هي دي البلدان اللي هي موطن أساسي للنباتات الصبارة، عشان كده ما كانش معروف عندنا كما يجب أن يكون. مصر ما هيش موطن أساسي لتربية نباتات الصبار أو لتربية نباتات الصبار، وبالتالي كل اللي دخلها كان وافد جديد عليها. لما يبقى احنا عندنا في مصر هذه الأعداد الهائلة من نباتات الصبار، ده بيحفز وبيدفع بالضرورة إن رجال البحث العلمي لازم يكون لهم اليد الطولة في التنقيب في هذا المجال الثري جدا، عشان بالتأكيد هيوصلوا لنتائج فيها فوائد لا يمكن تصورها أو تخيلها فيما يخص النواحي الطبية والعلاجية. نحن لما بين الصبريات ربناها لأغراض الجمال الزينة، شأنها شأن كافة نباتات الزينة الأخرى اللي كانت معروفة في مصر للتزيين للاستمتاع الشخصي. قلت لأولادي أنا عايز أعمل فكرة جديدة تخرج من حيز الرغبات المادية تماما، فعايز أعمل حاجة تبقى هنا. فقالوا لي طيب يا بابا احنا ممكن نقول ايه؟ المعرض الأول لنباتات الصبار على أرض المزرعة. قلت لهم لا أنا مش عايز كده، كلمة معرض كلمة هادفة للربح، وأنا مش عايز القصة يبقى فيها ربح. طيب أمال يا بابا هتسميه إيه؟ قلت له هسميه الملتقى الأول، نسميه الملتقى الأول لعشاق نباتات الصبار. قلت لهم برضو لا. ليه؟ لأن عشاق نباتات الصبار عارفيننا كويس وبيجونا بالألف في المعرض وبيجونا هنا في المزرعة، ومش هم دول هدفي من الفكرة. أنا هدفي من الفكرة إن في فئات وشرائح كتيرة جدا 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 من أبناء هذا المجتمع، أهل فن وذوق راقي جدا وحس مرهف، تمام، ويعني لو شافوا عالم الصبار هينبهروا بالجمال اللي فيه لأنهم أهل فن، لكن هم ما يعرفوش، وبالتالي هتبقى هي دي الفئة المستهدفة. سعادتي بالإنجاز وبكم النباتات اللي عندي في مجال الصبار وبالجمال المبهر اللي موجود فيها، تمام، وبإن حد يجي يشيد بالكلام ده أو يثني عليه، هو ده مبلغ سعادتي.